كثيرة 28 مرض. ما أدري أقول أنا. I will tell you about the disease because of the time and time is getting. I'll tell the diseases, the diseases, the diseases. الأمراض للوقت كالصيفة. الربو كثير عنده الربو. ارتفاع ضغط الدم. شوف إيش اللي يحصل في ارتفاع ضغط الدم. يحصل طبعاً السكري. صداع نصفي. نقص الدم اللي هو أنيميا. شوف إيش يحصل لواحد عنده نقص الدم. شوف. يعني ايش يحصل هنا؟ الطبيب يعرف لما يتغير الجلد الى ابيضان يعني. فنقص الدم هنا مباشره من هنا يشوف يطلع. فاي واحد عنده نقص دم يبين من هنا. تمام. طيب الام الظهر زين. حصف الكلية زين. ونتيجه الم شرب عدم شرب الماء. كثير منكم ما يشربون ماء يحصل مشاكل صحيه وفي في في الكلية. التهاب المجري طبعا السائل. الكوليسترول طبعا. الكوليسترول كما قلنا اللي يشوف الدهون. طبقة الدهون في داخل شرايين الدم. شوف هذه شرايين الدم. شوف شوف كيف دهون. شفتوا مركزين معي؟ شوف طبقة الدهون كيف. هذا اللي يسبب كوليسترول. الدم ما يمشي زين زين. والدم مادة مغذية لأعضاء جسمه يغذي. إذا الدم ما يضخ القلب يضخ الدم ما يستطيع الدم يوصل. لأن جريان الدم يكون ضعيف لأن سماكة الشرايين زادت وبالنتيجة لوجود سماكة الكوليسترول. فإيش إصابات خطيرة من مرض القلب وضغط الدم والشذي لأن الدم ما يقدر يوصل. روماتيزم ألم الظهر. الشلل أوكي. هذه كلها اللي ترونه. حرقان المعدة. الصلع. وطبعا هاي كلها الأمراض. الوقت زين. هذا من أدلة من عالم باتمان جليجا عالم الأمريكي. كيف شوف جسم الإنسان 75% ماء. يبين حتى كيف الدم. الدم 85 82. العظام 25. عضلات 75. رئتيك 90. حتى مخك 76. شوف حط زين. صعب نمشي في هذا المادة الوقت. نمشي في أريدة طبعا برق تجارب علمية عن برق الرعد. من يعرف عن برق الرعد؟ انا ما اريد اسال سؤال لكن ما بخبرك وش راح يكون بما تكون اسئله. اللي سبب برق الرعد هو اختلاف مفاجئ بين الحراره والبروده. الجو هناك طبقه للدنيا تكون يرتفع الحراره والطبقه العليا طبعا بروده شديده. السحاب وهذا يصير منخفض جوي سريع ومن ثم يختلط السحاب القوي اللي هو البروده شديده ايوه مع حراره ثم يحتك مع بعض لان بروده وحراره يعني يحتك يعني وهذا يسبب برق الرعد. طبعا المأكولات تتجنبوها وايضا الابتعاد عن سوفت درينك مشروبات الغازيه. انا عارف تحبون مشروبات غازيه حاولوا تتجنبوها قد ما تستطيعوا يعني لان هذا كلها سموم. العصائر المعلبه يعني ولا في بعض الحالات المأكولات المعلبه الا في بعض الحالات. اللحوم المكثفه تاكلوا لحم واجد. هذا طبعا مشروبات الكحوليه مأكولات الدهنيه يعني فاست فود الاشياء هذه كلها يوميا لكن تاكل مره في الاسبوع ما يعني كثير يعني مرتين. مو المأكولات الدهنيه بكثرتها هي طبعا تؤثر. الايس كريم يوميا بشكل مكثف يعني كل ايس كريم يمكن مره في اليوم بس لا تكثروا الايس كريم لذلك تحصلكم ملاعين من نتيجه الاكل الايس كريم بذات. الكثير يحس بهذا. مشروبات شديده البروده شديده زين. طبعا هذا المأكولات والمشروبات اللي نوصي. الاسماك مفيد جدا. مبسوط ها. مشروبات طبيعيه الخضروات الفواكه الطازجه اورجانيك فود اوكي. هذا طبعا ما نمشي فيها. ادله محقق من القران الكريم عن الماء. ذكر عن الماء 63 مره في القران الكريم. القصه خلاص قلنا عن القصه ما نمشي في القصه. نعم هذا طبعا أسباب تقوية طبعا هذا ما في داعي نمشي فيه. ولكم جزيل الشكر. لكن في بس أبغى شرب شيء في هناك عن شريحة في سائل أمنيوسي موجودة في بس شرحنا هنا بس موجودة للكبار. بس أنا هنا في القرآن الكريم قبل 1400 سنة مذكور بس موجود أيضا في العلم الحديث. تروح في الإنترنت ابحثون إيش هو السائل أمنيوسي وتكون من إيش. سائل أمنيوسي يتكون من 99% ماي و1% مادة بروتين كولاجينية وغير كولاجينية. إذا ماء بحرارة مرتفعة لذلك المرأة الحامل ما تكون حامل يعني حر 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 زين لأن هذا الماء ساخن. فحرارة مرتفعة ب 37.5 لذلك الطفل لما يتولد أول مشروب يشرب حليب ساخن. يجربوه هنا أو هنا عشان يتأكد الأم تتأكد أن حرارة الحليب ما تكون زائدة. وإذا كان حرارة الغرفة يعني الطفل بيرفضه. واذا هو جوعان بيشرب لكن يحصل ايش امساك. لان امساك يعني طفل صغير لان يشرب الحليب الفاطر.
والأسوأ إذا كان البارد. أوكي. فهنا لما يشرب الحليب الفاطر أو البارد يحصل إمساك وطبعاً مش مضاعفات صحية أخرى، وما يستطيع يستعمل الأدوية لأن الطفل صغير لما الأدوية يسموم راح تأثر على الطفل الصغير. فبالتالي لما يجي يشرب الحليب الساخن، إذا الأم تجرب الحليب، إذا الماء نفس الشيء يكون ساخن بنفس حرارة يسخنوه على النار ويجربوه هنا أو هنا. تمام؟ أي إن شاء الله. نعم. كذا أفضل أن يكون اختتمنا لهذه الندوة لأن الوقت الوقت كصيفة وقتكم ثمين أيضا شمتة ملونة. أشكركم جميعا. بس الحين ستكون أسئلة، نسأل سؤال ونعطي فرصة، راح نعطي 10 من هنا وعشر من هنا. يعني عارف كيف سؤال ما يكون أول شيء أسئلة لأن ما نعطي وقت الأسئلة منكم لأن وقت ضيق. For you, we have a question for you, my dear. Just a random? Yeah. Okay. So, do you know what's the name of the one? You concentrate on the hot water. Yeah. No, wait. Okay. Only for free. Okay. Who is the author of the miracles and one? مؤلف كتاب معجز وعجب الألماء الساخن. What is his profession? وإيش وظيفته؟ يعني وإيش تخصص؟ بسرعة الوقت بسرعة ما أعرف من هذا اسم من اسمي اسم المؤلف اسم المؤلف الذي ألف الكتاب هي تأخذ طبعاً على عشوائية اللي صعب نأخذ okay. نعم okay okay what is his profession yes finish okay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 oh like that they will be angry because he said you are jumping okay. we can it's only 20 riyals ask her طيب ايش يتكون الماء يتكون الماء من ايش بالتحديد ذرتي الهيدروجين وذرة الأكسجين ممتاز يعني سوف قولها انزين كمان but they'll be angry like that just... they will get angry mean نعم طيب ايش اوكي وانا كنت اتمنى الجميع حصل هدايا بس يعني وانا اتمنى العشوائية ان اذا بعض منكم يزعلونا لكن يعني بس رمزية بارك الله فيك نعم اول شيء بالنسبة ايش هو السائل الامنيوسي الذي تحدثنا عنه السائل الامنيوسي اول شيء يتكون من ايش ذكرت قبل قليل حتى السائل الامنيوسي هو داخل حوض الرحم الام يتكون من ايش وايش فائدته سمعوا wait السائل الامنيوسية okay يتكون من ايش السائل الامنيوسية وايش فوائده الماء الحار قول نعم الماء الحار الحار متاكد الحار احنا قلنا يصنف الماء يصنف الماء بأربعة البارد الحار هو الروم تمبريتشر أو الفاطر والساخن والمغلي هل إيش هو الساخن بس أبغى النسبة يتكون إيش نسبة الماء اللي فيه والحرارة بالتحديد أنا قلت ترى الحرارة هذا سؤال صعب سامحوني ترى قلت لكم لا wait أنا أقول إيش السائل النيوسيد هو داخل رحم الأم يتكون ايش نسبة الماء اللي تكون فيها كم نسبة نسبة الماء واللي هي النسبة كم والبقية النسبة ايش هو وايش فايدته بس هي تختار طبعا من عند تاخذها ايش اوكي ركز ادو اوكي سمعوا حط السماعة قريب هدوء نتمنى نعطي الجميع